أحبتنا أسعد الله مساءكم. من على مدينة على جبل، من هذا الجبل المقدس، من جبل شربل على أطراف عمان المطلة على بيترا والتي لا تغمض عينيها إلا بعد أن تكتحل بموقع المغطس، من هنا نحييكم في هذه الحلقة المميزة المتميزة التي نستضيف فيها البطريرك 77 خليفة بطرس ونجم من نجوم الكنيسة وأمرائها، إنه البطريرك المشرقي مار بشارة بطرس الراعي، المالك سعيدا على كرسي بكركي القداسة، كركي لبنان وبكركي المشرق. مساء الخير سيدنا. شكرا، تحية كثير كبيرة، شكرا لمحبتك سيدنا. بتسمحوا لنا نحن في حضرتكم نبدأ ببركة، بصلاة، بدعاء لهذا البرنامج ولمتابعي نور سات وتيلي لوميير. بشفاعة القديس شابر نحن في كنيسته والقديسين الموارن اللبنانيين رفقة ونعم طله والطباوي أخ إصفان، نسأل الله أن يبارك هذه المدينة وهذه المملكة ملكا وشعبا، أن يبارك أبرشياتها ومؤمنيها ومؤمنياتها، وأن يجعل هذه البلاد الأردن نموذج لهذا العيش معا المسيح الإسلامي، والذي يشكل كما رأينا هذه الأيام أرض الفسيفساء، لنقول إن الشعب الأردني هو فسيفساء بشرية كما الفسيفساء الحجرية متناسقة. التحية والبركة من الله الآب والابن والروح القدس تشمل جميع المشاهدين والسامعين وعائلاتهم، آمين. آمين. شكرا سيدنا. شكرا. غبطة أبينا البطريرك، أنت هنا لست ضيفا، أنت الراعي، تأتي راعيا، وعندما تكون ضيفا فأنت ضيف جلالة الملك في هذه البقعة التي أنت تحب وهي تحبكم. أنت في رحلة حج ثالثة إلى أردن البركة، كيف تجدون هذه الزيارة؟ إيش معناها بالنسبة لصاحب الغبطة؟ كل مرة آتي إلى الأردن أكتشف أمورا كثيرة جديدة. دعني أبدأ بكنيسة مار شربل وهذا المجمع، هذا كله جديد بهمة الخوري جوزيف سويد الذي في غضون سنة ونصف أنجز ما أنجز، وهذا شيء كبير. على المستوى المملكة رأيت أيضا تقدما كبيرا على المستوى الإنمائي، والاكتشاف الأكبر الذي كنت على غير معرفة دقيقة فيه هو هذا الشعب المتلاصق تماما، مسلمين ومسيحيين، بشكل يجعل منهم عائلة واحدة. وقلت في نفسي كما عبرت أيضا للذين التقيناهم أن الأردن بهذه الصفة يعطي أمثولة ودعوة لعالم يعيش نزاعات وحروب وكراهية، بل هناك من يسعى ليقول أن الأديان هي مصدر خلافات. هذا غير صحيح. الديانات تعلم الروحانية، تعلمنا أننا كلنا إخوة وأخوات لأب واحد هو الله في السماء. الأديان تعلمنا هذا العيش معا، لكن السياسيين وأصحاب المآرب في هذا العالم
لكي ينالوا شعبوية يلقون حمل كراهيتهم وبغضهم وحروبهم على الديانات، والديانات هي منها براء. أقول هذا لكي أشدد على أن الأردن يلعب هذه الرسالة بوجه كل العالم، وأتمنى وأصلي لكي يظل بهذه الصفة وهذه الميزة. ونحن كلبنانيين بالنسبة إلينا هذا يدق على وتر حياتنا اللبنانية، لأن لبنان قائم على هذا العيش معا المنظم بالدستور والمنظم بالميثاق الوطني، وليس قضية تواجد، ولكن نعيش معا بتنظيم من الدستور والميثاق الوطني. ونحن يعنينا جدا هذا لبنان أن يستمر على ما هو بالرغم من كل المحاولات التي تعمل على تشويه وجهه، لكننا نحن نصمد لكي نحافظ على هذا الوجه، لأن لبنان كما الأردن صاحب رسالة ينبغي أن يلعبها على هذا المستوى. صاحب الغبطة، عندما تأتون إلى الأردن، أنتم في الأردن كما في كل الدنيا، أنتم تمثلون لبنان بكركي رمزيته وتاريخه وقداسته ومواقفكم المشهود لها. تأتي إلينا في الأردن ضيفا على جلالة الملك، والجميع فرحون بمقدمكم ويرون فيكم لبنان، لبنان الذي فيه وله كل الرجاء. ماذا تعني لك الزيارة على صعيد العلاقة بينكم شخصيا وبين جلالة الملك؟ أنا أزور للمرة الثالثة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأزوره واللقاء دائما لقاء حميمي، لأننا ندق على الوتر الواحد. نأتي لزيارة الملك لأنه هو سند للبنان ويدافع في المحافل العربية والدولية عن لبنان، ولأن صداقة تاريخية وإنسانية وحضارية قائمة بين الأردن ولبنان، وأيضا لأن بين الملك وبين الملك والملوك الذين تولوا والكرسي البطريركي في بكركي هناك روابط صداقة، روابط إنسانية عميقة، هناك صفحة مجيدة كتبت، وأنا حريص على إكمال هذه الصفحة بين جلالة الملك والكرسي البطريركي. وهذه العلاقة مع الكرسي البطريركي في بكركي لا نريدها إطلاقا أن تحصر ببكركي فقط، لكن نريدها أن تكون علاقة من خلال بكركي لكل لبنان، فنحن نعمل من أجل كل لبنان، لذلك نستثمر هذه الصداقة مجددا من أجل لبنان. صاحب الغبطة، نحن نرى فيكم لبنان، كل لبنان بكل فسيفسائه وبكل مكوناته، وعندما يحب الأردن بكركي فهو ينقل هذا الحب إلى بكركي ومن خلال بكركي إلى كل لبنان الذي نحب، إلى أرض لبنان، إلى شاطئ لبنان، إلى بقاع لبنان جنوبه شماله. وأنتم هذا هو نهجكم. شو أخبار لبنان سيدنا؟ إيش بتطمن محبيك هنا من الأردنيين الذين يحبون لبنان ويتوقون إلى رؤية لبنان يعود إلى بهائه وصفائه؟ بكل أسف لبنان اليوم، أنا أقول لبنان مريض. لبنان يعاني. مريض بماذا؟ مريض مثل كل مريض، يعني يوجد خلل ما. هذا الخلل يعود إلى 30 وأكثر سنة،
لأنه عندما صار اتفاق الطائف وكانت الغاية منه إيقاف الحرب ونجاح وإجراء تعديلات دستورية كانت ضرورية على المستوى السياسي، لكن بكل أسف بدأت مشكلة تطبيق عدم تطبيق الطائف حسب النص والروح، لأن من كان مولج بتطبيقه كان مصلحته أن لا يطبق بكل نصوصه وروحه، ودخل أعرج وأجري تعديل على الدستور، فكانت ثغرات 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 في الدستور وراحت تكبر وتكبر، وكان اللبنانيون السياسيون من الشعب، الشعب شيء والسياسيون شيء آخر، يرفضون أن يجلسوا على طاولة معا ليبحثوا ويشخصوا ما العلة في لبنان. يعني العلة في لبنان هو أنه لا يوجد في لبنان بعد اتفاق الطائف وعدم تنفيذه لا يوجد سلطة تحسم أي شيء في لبنان، لا توجد، لا رئيس الجمهورية لأنه لم يعد صاحب السلطة التنفيذية مع تعديلات الطائف، ولا الحكومة لأنها تقتضي اتفاق 24 وزير، إذا واحد رفض ما بيمشي، وهذا غير ممكن طبعا. يعني لا توجد ديمقراطية العدد، نعم يوجد ديمقراطية العدد القليل الذي يفرض نفسه على الأكثرية. رئيس الحكومة ليس له سلطة على الوزراء أو على الإدارة، أصبح لبنان بدون سلطة حاسمة على الأرض، ما ولد سلطات، ما ولد أصحاب نفوذ هنا وهناك وهنالك، أصبح تقاسم مصالح، وهذا هو مرض لبنان. ويرفض اللبنانيون المسؤولون أن يجلسوا على طاولة لكي يتباحثوا هذه الأمور، فيقولون الأمور الخلافية لا نتكلم عنها. أنا توجعني إيدي مع لي، توجعني بطني مع لي، وماذا يبقى؟ توجعني راسي مع لي، توجعني إجري مع لي، بعدين بقع بالأرض. نعم. الآن لبنان وقع في الأرض. أنا أنادي وهلا أردد هذا النداء، أقوله على المدى الواسع، طالما أن المسؤولين السياسيين في لبنان لا يستطيعون الجلوس حول مائدة المفاوضات والتكلم حول قضايا لبنان ومشاكله ومرضه، يجب أن يعقد مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة تطبق ما لم يطبق من اتفاق الطائف نصا وروحا، تطبق القرارات مجلس الأمن التي تختص بسيادة لبنان على كامل أراضي وهو تطبيق للطائف، وهذا نحن لا نستطيع تطبيقه لكن الأسرة الدولية تستطيع ذلك. ثالثا، على أرض لبنان يوجد مليونين بين لاجئ ونازح، نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف وأكثر سوريين، وبخاصة سوريين لأنهم لا يعيشون داخل كومبيت لكنهم يمثلون ثقل. كيف تريد لبنان سكانه 4 ملايين، بلد صغير 10,000 كيلومتر مربع، أصبح اليوم سكانه 2 مليون وأكثر، إذن يحمل عبئا ثقيلا للغاية، اقتصادي واجتماعي ومالي، وهويته مهددة أنها تتغير، ديموغرافيته تتغير،
نعم. علما أنه النظام اللبناني السياسي قائم على الديمغرافيا بين المسيحيين والمسلمين، عدا عن أنه هذا النوع من الحياة من الناس الذين يعيشون هكذا هم أفضل حقول للحركات الأصولية والحركات العنفية في العالم لكي يستفيدوا من أخذ عناصر لهم. من هم جماعة الإرهاب؟ أتوا من جهنم؟ لا. نزلوا من السماء؟ لا. لا. هؤلاء شعب ينبم عاش على قارعة الطريق، أتى من سلمهم مال وسلاح مع غسيل دماغ وأرسلهم، هؤلاء هم الإرهابيون. هناك خطر نعم، ونحن نصلي أن نجنبنا هذا الخطر. نعم. أن يأتي يوم يستغلون هؤلاء، علما أن الأسرة الدولية تدفع لهم شهريا للعائلة $200 أكثر من أي موظف لبناني نظرا للعملة اللبنانية. نعم. ويعملون في لبنان ويقولون يجب أن يعود إلى سوريا بشكل طوعي. لا أحد يريد الرجوع إلى سوريا. من يريد؟ لماذا؟ يدفعون له في لبنان، يشتغل في لبنان، الجو أفضل في لبنان، حر في لبنان. نعم. لماذا يرجع إلى وطنه؟ نحن هذه مشكلة أساسية في لبنان على حساب اللبنانيين. اللبنانيين يهاجرون واللاجئون والنازحون يكثرون ويتكاثرون ويحتلون مكان اللبنانيين. ماذا سيبقى في لبنان؟ من يقرر؟ الأسرة الدولية تقول لا يوجد سلام في سوريا، يجب أن تكون العودة طوعية. نعم. بكرامة يعني. وأين كرامة أهل البلد؟ لا يوجد كرامة. نعم. وأين فقر أهل البلد؟ نعم. لا يوجد. نعم. طيب لماذا تريدون أن يدفع اللبنانيون ثمن حروب أنتم أردتموها؟ صاحب الغبطة، أنتم تحملون هذا الهم اللبناني أينما كان. إلى أينما كان. أينما هل كان. هل هل ترون أن هناك يعني بصيص أمل في وقوف الأسرة الدولية إلى جانب لبنان المريض؟ إلى الآن ما زالت الأسرة الدولية تردد لازمة رفران. نعم نعم. لازمة. كيف يقولوا بطقس اللاتيني أو حتى بطقس اللازمة. نعم. العودة. نعم. عودة هي. لا يوجد أمن في سوريا، سلامة المواطنين ليست مضمونة، العودة يجب أن تكون طوعية بكرامة، ويجب أن تضمن أنهم لا يعتدى عليهم في أرضهم. هذه اللازمة التي يرددونها الواحد عن الآخر. نحن اللازمة عودة، اللازمة عندنا يجب أن يعودوا إلى أرضهم وادفعوا لهم هذه المساعدة على أرض سوريا. نعم. لا على أرض سوريا. نعم. نعم. ساعدوهم ليس فقط $200 $500. وهذه كرامته أن يعود إلى أرضه. وأنا هكذا أقول للشعب. نعم. السوري يا. نعم. إخوان، نحن لا نكرهكم، نحن لا نريد أن تظنوا أننا لا نريدكم، بس نقول لكم أن الأوطان ليست أرض، الأوطان هي ثقافة، هي تاريخ، هي حضارة. صحيح. أنتم عودوا واصلوا تاريخكم، حافظوا على ثقافتكم، على حضارتكم، وإلا صرتم ضائعين في العالم. هذا ما نقوله له نحن. نعم. نحن لا نكره أناس يقعون ضحية الحروب والمآسي، نحن اختبرناها في لبنان أيضا. نعم. هذا الموضوع أنا أردده دائما. إذا تعود إلى ما قلت. نعم. أنا أرى الحل وأقوله على الملأ. نعم. بمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يتناول تطبيق الطائف نصا وروحا، تطبيق القرارات مجلس الأمن الثلاثة الباقية تختص بسيادة لبنان على كامل أراضيه وبقوة جيشه وسلاحه، 1559 1680 1701
معروفين. لبنان لا يستطيع تطبيق هذه القرارات، لكن الأسرة الدولية التي أصدرتها تستطيع. ثالثا حل قضية اللاجئين السوريين وقضية الفلسطينيين تبقى قضية نار مشتعلة، يجب حل قضيتهم. إما وهذا حق لهم بدولة فلسطينية، وهذا قرار أمم المتحدة، وعودة اللاجئين إلى بلدانهم، وإلا ما بجوز يستمروا يعيشوا بهالذل بالكمبيت. افتحوا لهم مجال، افتح لهم طريق في هالعالم ليعيشوا بكرامة حيث ما يريدون. هذا الذي يريد، هذا ما نحن نقول. وخامسا ورابعا إعلان حياد لبنان. فلبنان بحكم طبيعته كبلد تعددية الديانات والثقافات، بحكم كونه منفتح على جميع الشعوب والدول، نظامه الديمقراطي، إقرار الحريات العامة كلها بدءا من حرية التعبير، أرض ميزته كبلد الحوار والتلاقي، لا يستطيع أن يعيش هذه الرسالة والهوية إذا لم يكن بلد حياد يعلن للعالم أنه حيادي. هؤلاء الأربع نقاط، أنا لا أجد أي حل لقضايانا ومأساتنا من دون هذا المؤتمر. صاحب الغبطة، أنتم تأتون إلى الأردن بدعوة جلالة الملك، هل ستبحثون هذا الموضوع مع جلالتي غدا؟ دون شك بكل حذافيره وبكل هذه النقاط. يبدو أن هناك في نوع من التشابه سيدنا المشترك ما بين الأردن ولبنان، قضية اللاجئين طبيعي، وأن يدفع ثمن صح ما يجري في المنطقة. صح، أكيد يوجد أمور يعني متشابكة بينه وبين الأردن. وعلى الأكيد نحن جوهر حديثنا اللي أنا بحبب أحمله لجلالة الملك هو القضية اللي ذكرتها هلأ، أنه نحن نتكل على الأصدقاء، الأصدقاء ليس على الأصدقاء بالكلام، الأوفياء الصادقين. نحن وجلالة الملك هو هذا الشخص الذي عنده نعم ولا لا. وأنتم خير من يحمل هم لبنان وفي الوقت نفسه رجاء لبنان، وجرأتكم في مواقفكم سيدنا الواضحة دون مواربة يعني هي التي تجعل فينا كل هذا الأمل بأنه لبنان إن شاء الله سيعود. أنت تعلم أنه أن الكنيسة في لبنان والبطريركية بنوع خاص ليس لها حساب أن تؤديه مع أحد. نحن أحرار من جميع التيارات والأحزاب والسياسيين، نحن لا نتعاطى بالشؤون تقنيات السياسية، لا ندخل بالشؤون العملية، لكن نتكلم بحرية المبادئ، الشيء الصح والغلط، ضمير لبنان، نخاطب الضمائر، نخاطب من خلال ثوابتنا وقيمنا الوطنية واللبنانية، نخاطب ضمائر هؤلاء المسؤولين، ويجب أن يسمعوا دائما هذا الصوت الذي يحز في ضمائرهم. ولأننا أحرار ككنيسة وكبطريركية وليس لنا أن نؤدي حساب لأحد، نستطيع أن نقول كل ما شئنا أن نقول بدون إساءة لأحد، وبوضوح وبصوت واضح. وبصوت واضح. ربما هذا القول اليوم يعجب هذا الفريق ويزعج الآخر، ربما غدا هذا الآخر يفرح بهذا الذي نقوله والذي كان معجبا يزعل، هذا لا يعنينا. نحن يعنينا المبادئ التي هي خلاص كل الشعب اللبناني وخير لبنان. فأنا عندما أقول الحل هو مؤتمر دولي، وعندما أقول النقطة الرابعة إعلان حياد لبنان، هو لخير كل اللبنانيين ليس لخير فئة، ولو كان هناك من يعارض، والذين يعارضون لأن مصالحهم تتعارض مع خير لبنان. هؤلاء لا يريدون ما أنا أقوله الآن، لأن مصالحهم أقوى من لبنان.
أقوى من نحن، لا نحن نريد خيرهم وخير الجميع. نعم. ونرى خير الجميع بهذا المدخل. نعم. سيدنا تأتون إلى عمان، إلى هذه البقعة المباركة التي تمثل حب الأردن لبكركي وللمارونية وللبنان ولشخصكم، ونجلس أمام أيقونة ولا أجمل، بكركي وقديس لبنان. تأتي إلى هذه الرعية المباركة، وكما قلتم غبطتكم بأنه إنجاز يبدو أن يعني يبدو أنه أسطوري هذا الإنجاز في فترة بسنة ونصف. بسنة ونصف هو مش سنة ونصف، أقل كمان شوي أقل. فنحن نحس بالفرح أن هناك يعني رغم قتامة الوضع في لبنان وللأسف، إلا أنه يبدو هذا اللبنان هنا أجمل بكثير من الوضع السياسي هناك. فهذه فرصة أنه نقول أنه إحنا فخورين بالموارنة في عمان، وبدنا نشكر صاحب السيادة إذا بتسمح لنا المطران موسى الحج اللي هو رئيس الأبرشية، واللي كمان دوما يدعم ويشجع ويساعد ويساند أبونا جوزيف اللي أصبح قصة نجاح. يعني هذا وكيل بطريركي أمين، أمين على رسالته، على رسالة لبنان ورسالة بكركي، وهو امتداد لكم. سيدنا كما رأينا هنا هذا الإنجاز، متى بدنا نشوف إنجاز في المغطس؟ أنا تشرفت بأن سلمتكم باسم سمو الأمير غازي وثيقة قطعة الأرض. في متى سنرى المغطس؟ بدنا الحج الرابع أن يكون لتبريك هذه الكنيسة. شو بتقول سيدنا صاحب؟ قبل الجواب على هذا السؤال، نعم سيدنا، أود أن أقول لماذا هذا الإنجاز هنا على هذه التلة الجميلة، ولماذا اللبنانيين يحبون الأردن، ولماذا ينجزون إنجازات كبيرة. أنا لأقول أن كل لبناني يذهب إلى أي بلد يعيش بإخلاص وولاء كامل لهذا البلد الذي استقبله، إخلاصه ربما أكثر للبنان. ولذلك الذي حققه الخوري جوزيف هون أكبر علامة أنه بالنسبة لإلنا كلبنانيين نعتبر أن الأردن وطننا ثاني مع الوطن لبنان، وكأنه الوطن النهائي لإلنا، لذلك ننجز بدون حساب. سيدنا إذا شفنا لبناني، إحنا أقول لك بصراحة، إذا إحنا رأينا لبنانيا في الأردن لا يحب الأردن، منقول هذا مش لبنان، مش لبنان. وإذا كان هناك أردني بتشوفه ما بحب لبنان، أنا أقول إنه لم يرضع من 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 أم حليب. تماما، قلت اللي بدي أقوله. نعم. قلت اللي بدي أقوله، ونحن هيدا من فخر فيه. نعم. هذا الإخلاص لأي وطن أو لأي بلد أو لأي دولة تستقبل شعبنا، نحن نشعر بهذا العرفان الجميل بإخلاصنا الطبيعي لهذه الدولة ولشعبها. بالنسبة للموضوع المغطس، زرنا سمو الأمير الحسن، في الحديث معه قال أتمنى أن تستبدل كلمة المغطس بمفهومها الحقيقي المعمد. ونحن قلنا طبعا هذا أفضل، مغطس ماذا يعني؟ أما المعمد نفهم تماما المكان حيث عمد السيد المسيح على يد يوحنا، حيث كان يوحنا يعمد. نعم. المعمد حلو، نحن قبلنا التسمية ومذ ذاك الحين نقول المعمد. نعم. المعمد. أنا أظن الآن مع الخوري جوزيف وبركة سيدنا المطران موسى وشعبنا وتضامن اللبنانيين خاصة المنتشرين،
لأنه هذا المعمد سيكون لكل اللبنانيين حيثما هم، بهذه الهمة التي أنجز بها ما أنجز هنا في مشاربيل، أعتقد أنه يتم ببركتكم إن شاء الله سيدنا. نعم، يتم هذا المكان في المعمد لأنه حان الوقت. نعم. وحان الأوان. التأخير كان بسبب اضطرارنا إلى تغيير كهنة بسرعة لأسباب أو لأخرى. نعم. أتى كهنة، توالى كهنة يعني أوقات قليلة يعني. نعم سيدنا. الآن بعتقد مع الخوري جوزيف بيكون الإطلاق أقوى وأثبت، ونحن يعني سنكون إلى جانب أبونا جوزيف وإلى جانب الكنيسة، لأن هذا الحضور المسيحي الذي تشريفكم لنا في هذه في زيارة الحج هذا، الذي يعتبر دافعا ومشجعا ومباركا لحضورنا المسيحي في وطننا الأردن الذي نعشق، هو بالتأكيد سيكون على مفارقة. صاحب الغبطة غدا الموعد مع بدء مرحلة جديدة في مخطط طبعاً. تطوير منطقة المغطس طبعاً. كيف ترون رسالة الكنيسة في تعزيز إرث الأردن المبارك فيما يخص الدور الذي كان وهو حاضرا الآن وفي المستقبل، لأنه موقف جلالة الملك يتحدث يقول أن للمسيحيين تاريخ في الماضي وهم الآن موجودون ولهم دور في المستقبل. يعني نحن مع المعمد وهذه، أنا قلت أن قراره هذا القرار يعود إلى المغفور له الملك حسين وإلى نعم إلى نعم الملك الحالي. الملك من قرر المغطس؟ الملك الحالي. الملك الملك, الملك, الملك هو في زمن الملك حسين، بعد أن تم توقيع اتفاقية السلام وتم البحث في الموقع إلى أن وصلنا إلى سنة 2000 عندما افتتح المغطس بعد أن أجريت الترتيبات اللازمة. أنا أقول حتى في بداية القرار قلت هذه ضربة معلم لأنه أصيب في المكان تماما. نعم. لأنه هذا الإرث يعني الجميع. نعم. وبالنسبة إلينا كمسيحيين بنوخاس يعنينا. نعم. جميعا. نعم. على تنوع كنائسنا، لأننا هناك نعود إلى مفاهيم معموديتنا وقيمة معموديتنا. وننطلق كلنا من باب المعمودية. ضربة معلم هذه كنسيا مهمة جدا لجذورنا، وهي مدرسة لكل الذين سيزورون أو يزورون الآن أو سيزورون في المستقبل كنائس المعمد. هذه لهم عودة إلى هويتهم المسيحية. ومن جهة ثانية هذا لحياة الأردن وللسياحة في الأردن وللأثار في الأردن وللثقافة في الأردن يعطي دفعا كبيرا. نعم. عالميا. لذلك قلت هذا ضربة معلم، ونحن نسرع إن شاء الله بأسرع ما يمكن يبدأ هذا العمل إن شاء الله في الكنيسة المارونية في المعمد. ببركاتكم سيدنا، أنا تشرفت أني كنت إلى جانبكم بمعيتكم في الكثير من في لبنان، في واشنطن، في أبو ظبي، ومؤخرا في البحرين. أنتم هذا الحضور البهي كأحد كرادلة الكنيسة الكاثوليكية سيدنا في المنطقة، كيف ترى هذا الحضور للمسيحيين عموما وللكنيسة الكاثوليكية في خاصة بعد ما رأينا هذا الانفتاح في بعض دول الخليج وفي المنطقة؟ طبعا نحن لا يمكن أن ننسى أننا كنيسة هذا العالم، كنيسة العالم العربي. شاءت العناية الإلهية أن تولد الكنيسة هنا في هذه الأرض المقدسة،
وأن تكون رسالتها في هذه البقعة من العالم. فمهما حصل لا نستطيع إلا أن نواصل ونصمد ونشهد. نعم في بلدان الخليج الحياة المسيحيين يعيشون بأمان، ونحن نصلي لكي تبقى بلدان الخليج بمأمن عن الحروب، لأن الخبرة علمتنا أنه حيث يوجد بلد ينمو وينمو تأتيه الضربة. نحن عرفناها في لبنان، عرفناها في غير لبنان. بقال نحن نصلي، أنا أقول نصلي حتى ربنا ينجي بلدان الخليج حتى يستمر هذا العيش معا وهذا التقدم القائم. طبعا اليوم نعيش مأساة المسيحيين بسوريا، مأساة المسيحيين في العراق، من ناحية لا الاضطهاد لكن من ناحية النزيف، الهجرة التي خسرنا بها الآلاف، مئات الآلاف. مثلا في العراق يقولون لنا أهل العراق أن من 1.5 مليون مسيحي يبقى حوالي 300,000. سوريا كذلك خسرنا العديد. نحن عندنا ثلاث أبرشيات، دمشق وحلب واللاذقية، خسرنا عدد كبير أيضا من شعبنا. شعبنا لا يستطيع أن يعيش، شعبنا المسيحي وغير المسيحي، لا أحد يستطيع أن يعيش تحت القنابل. والهجرة طالت الجميع، وويلات الحرب طالت الجميع، ولكن بالنسبة لعددنا يبقى أننا نخسر العدد الكبير. لكن المهم عندما ننظر نرى أن الكنيسة صمدت، البطاركة، الأساقفة، الكهنة، الرهبان، الراهبات ظلوا صامدين في أرضهم. هذا شأننا في فلسطين، هذا شأننا في العراق، هذا شأننا في سوريا، وفي أي مكان توجد فيه حروب السلطات الكنسية، المؤسسات الكنسية تبقى وتثبت. الشعب لا يستطيع أن يعيش تحت القنابل. نحن نأمل أن تنتهي هذه المأساة في شرقنا الحبيب لكي يستمر المسيحيون، والمسلمون يقولون ذلك أنهم حاجة في مجتمعاتنا الإسلامية. نعم. يقولون ذلك أيضا في الأردن، يقولونه في سوريا، في العراق، يقولونه في لبنان. الحضور المسيحي ضروري. نعم. في المجتمعات الإسلامية، لأن المسيحيين بحد ذاتهم شعب مسالم، شعب منفتح، يحترم الآخرين في دينهم ويعيش بسلام معه ولا يتعاطى الشأن السياسي الهدام. نعم. لذلك يرون أن في المسيحي في عنصر سلام. نعم. بطرابلس بعد الحرب، طرابلس لبنان. نعم. بعد الحرب هناك صارت هجرة كبيرة للمسيحيين، ضعف المسيحي في لأنه مرأت في ظروف صعبة طرابلس. صار يقولوا المسلمين، يمكن أنت بتسمعها، الحارة بدون نصارى خسارة. صحيح. للدليل أنه ما فيه يستغنوا عن الحضور المسيحي في بينهم. هذه شهادة ولا أطيب. قلبي أترى الحارة بدون نصارى خسارة. إذا نحن نستمر، لأن النقطة الأساسية أقول الله بتصميمه الخلاصي أرادنا لنكون كنيسة هذا العالم، هذه البيئة من العالم، علينا أن نلبيها. وسيد التاريخ وسيد الكنيسة هو المسيح الرب. صاحب الغبطة، شهدنا معكم الزيارة الناجحة الأخيرة البابوية إلى البحرين، ورأينا ذلك الفسيفساء 112 جنسية كانوا موجودين في استاد البحرين يصلون مع قداسة البابا وأصحاب النيافة والكهنة
سيدنا، هذا يقودني إلى سؤال، أنه أنت كنت حاضرا هناك وأنت دائما حاضر ببهاء لبنان، مجد لبنان أعطي لكم. وأنا بعرف أنه قبل أن تأتوا إلى الأردن كنتم في روما، حدثنا عن هذه الزيارة اللي تتحدث، اللي موضوعها الجمعيات القارية للسينودوس. بالنسبة للقسم الأول في البحرين، نعم هذا الحضور كان، وأنا سألت أنه كان المعظم من إخواننا المسلمين، لنقول الداي المسيحية تجمع. نعم. وهذا شيء بفرحنا. صحيح. بفرحنا كثير أنه المسلمين كمان بيجلوا قداسة البابا، بيجلوا القداس، وخاصة بعد الوثيقة، وثيقة الأخوة الإنسانية. الإنسانية. بالنسبة لروما، كانت هيدي الدعوة من قداسة البابا للرؤساء، رؤساء المجالس الإسقفية في العالم، وأنا شخصيا كنت ممثل مجلس بطارق الشرق الكاثوليك، وكان موجود البطريرك يونان بصفته عضو بالأمين العام للسينودوس، بس أنا كنت بصفته ممثل بطارقة الشرق، بطارقة الشرق الكاثوليك. نعم. الغاية من هيدي الدعوة من رئيس البابا كانت لتحضير المرحلة الثانية من استعدادات للسينودوس، اللي هي المرحلة على مستوى القارات. أول مرحلة كانت على مستوى الأبرشيات، وعلى مستوى البطريركيات، وعلى مستوى الرهبانات والدوائر الفاتيكانية. هلأ المرحلة صرنا مرحلة القارات. نحن علينا كبطاركة وأساقفة بالشرق الأوسط نهيئ، نحن وفي لبنان نهيئ في شهر شباط فبراير جمعية عمومية يشارك فيها 120-122 شخص بمثلوا كل الكنائس اللي موجودة بالشرق الأوسط، حتى نحضر القسم بيختص فينا كشرق أوسط. نعم. في القارة الأسيوية، ورح يكون فيها حضور من الكنائس الأرثوذكسية الأخرى، يعني مدعوين. نعم. ويكون فيها مدعوين كمان من المسلمين السنة والشيعة والدروز والعلويين. نعم. ويتمثل فيها كل هالمجموعات، وفي بين أيدينا وثيقة صدرت بنتيجة المشاورات الأولى اللي صارت. نعم. طلع وثيقة عنوانها كلمة من أشعيا النبي: وسع خيمتك، وسع الخيمة، يعني وسع الخيمة أكثر، هيدا كلمة من أشعيا. نعم. مع وثيقة 45 صفحة عم يشتغل عليها، ولازم نعطي الجوابات أواخر شباط أواخر أذار، وترسل حتى يستخرجوا من كل هالأجوبة من العالم كله، من كل القارات يستخرجوا الوثيقة المشتركات، هل اسمها نعم اسمها أداة العمل. نعم. هل عليها بتم دراسة السينودوس بأكتوبر 3/2023، كل شهر أكتوبر من 4-29. بتطمننا سيدنا أنه أنت راضي عن مسيرة السينودوس بعنوانها، يعني الشركة المشاركة والرسالة. نعم. أنا بالحقيقة لما قريت هيدي هالوثيقة قريتها كلها بتمعن، استفدت كتير منها، وكان على خاطري أهم شيء مش بس كيف نعيشها نحن على مستوى كنائسنا، كان همي كتير وتفكيري. نعم. كيف نعيشها مع إخواننا في المواطنة، كيف بدنا نعيش سوا هذه الشركة نحن وإخواننا المسلمين على تنوعهم، كيف نعيش المشاركة على مستوى قيمنا والثقافية والحضارية، كيف نعيش سوا رسالتنا بهالبيئة من العالم اللي نحن فيها. نعم. حاملين رسالة مشتركة. نعم.
هيدا كنت كل بالي هيدا اللي عم تفكر فيه، وبعدني لليوم نفكر نحط خطة عملنا التطبيقي، ليس فقط على مستوى الكنائس ولكن على مستوى الأوطان، يعني مع المواطنين. في خصوصية لنا في المواطن، في لنا خصوصية كونه طبعاً. احنا الكنيسة الحاضرة بين المسلمين، مش صح؟ صح. وهن عندهم قيمهم وثقافتهم، بدنا نتشارك تنبني نبني هالحضارة المشتركة، هالسقف المشترك. سيدنا عم بتشوفه، أنا بتطلع بكتير إيجابية لهذا السينودوس. هذا يعني يملأنا فرحا. تسلم. أن نعلم رأيكم سيدنا، هل ترون أنه أحد غايات السينودوس هو تفحص كيفية عيش المسؤولية والسلطة في الكنيسة؟ هل والهيكليات التي تدار فيها شايفين أنه في عالم اليوم، خاصة أنه السلطة عليها أن تتنبه إلى أنه مع تغير المصطلحات، بالأول كنا نسمع شيوعية اشتراكية رأسمالية، غابت هذه المصطلحات عنا الآن، الآن في مصطلحات جديدة، كيف أن نكون حاضرين في مجتمعاتنا؟ السؤال، المصطلحات الجديدة التي نسمعها شو رأيكم فيها؟ يعني بتصير في مباراة دورة الفيفا تبع كرة القدم، بنسمع عن المثلية، وبنسمع عن أو يعني أمراض، هذا يعني بالنسبة لنا. كيف ترون تفاعل الكنيسة مع احتياجات هذا؟ في كلمة شهيرة للمال قديس البابا فرانسيس، مش كلمة واحدة يعني، بفكره في فكرة أساسية، إنه نحن الكنيسة ما هي فقط مؤسسات. نعم. فاتيكان، بطركية، مطارنة، كهنة، أبرشيات، هيكلية. إيه، مش هيكلية. نعم. الكنيسة بدها تدخل مع الإنسان، بدها تمشي مع الإنسان، بدها تفهم الإنسان، بدها تسمع الإنسان، بدها تميز معه الإنسان، بدها تساعده يلاقي أجوبة على مشاكل حياته. نعم. بس هاي مش معناها إنه الكنيسة بدها تسلم بالقيم الأساسية اللي عندها. بفهم إنه اليوم عندك تيارات بأوروبا بدو يقول لك إنه زواج المثليين هيدا حق طبيعي. زواج بنروح على الشريعة الطبيعية والإلهية، ما فيني أقول لك إنه زواج المثليين مثل زواج رجل وامرأة. هيدي معضلة من المعضلات الكبيرة. كيف بدها تعالجها الكنيسة مع هالناس؟ لا عمل بدينهم ولا عم سلم معهم بسيطة. بدي اتفهمهم وبدي يتفهموا، بدي اسمعهم بدي سمعهم، بدنا نمشي سوا. هيدي الكلمة العزيزة على قلب البابا. نعم. بدنا نمشي سوا سينودوس. سينودوس، ونتساعد سوا، ونفكر سوا، ونلاقي أجوبة سوا، ونميز سوا. نعم. بس هذا لا يمنع إنه في مشاكل على الأرض كتير كبيرة، واحدة منهم هيدي، واحدة منهم هالتيارات اللي موجودة هيدي وغيرها، الكنيسة بدها تواجه، مش بالأمر السهل. نعم. بدها تواجه بالصلاة وبالتفكير. بس في محل الكنيسة بتعرف هي أم ومعلمة، لا فيها تتخلى عن كونها أم، ولا فيها تتخلى عن كونها معلمة. نعم. بدها تكون أم ومعلمة مثل البي والأم. ما فيهم يتركوا أبوتهم وأمومتهم، لا، الأبو والأمومة مش بس عاطفة، كمان تربية، كمان شدة. نعم. الكنيسة هيك، لأنه نحن ما فينا نقول إيه معلي هودي المؤسسات الكنسية خلصنا منهم، لا، ما خلصنا منهم، هودي بقيوا، بس هودي موجودين حتى نخدم الإنسان. نعم. الأمور شائكة موسنيور، هيك أمور. نعم. شائكة وصعبة. نعم. ما فينا نخدها بهالسهولة ولا فينا نتجنبها. نعم. مجبورين نواجه، الكنيسة مجبورة تواجه، ولذلك بتحتاج
للسير معا حتى نفكر كيف بدنا نواجه القضايا الطارئة علينا. هل ببعض الكنائس فتحوا على حسابهم مثلا بألمانيا أو بغيرها، طبعا في مشاكل، في مشاكل ما بتقدر الكنيسة ترخي مبادئها. سيدنا صعب. أنا بفكر بيأشروا لي يعني حاسديني الإخوة المخرج، يحسدوني على أنه هذا الاستمتاع بسماع لكم بالوقت، ولكن أنت يعني معلم وراعي وأمير من أمراء الكنيسة، ولكنك رسول وإعلامي، حملت رسالة الإعلام دوما. إيش النصيحة اللي بتقدمها، المشورة، التعليم الذي تعطينا إياه، ونحن نسعى لأن نقدم رسالة الكنيسة في مجتمعاتنا؟ بدنا نميز بين نور سات اللي أنتم عم تخدموها، نعم، تنقول نور سات حاملة هيدا الرسالة تساعد الناس على فهم الحقيقة انطلاقا من سر المسيح. هو الحقيقة اللي كشف لنا شخصيا المسيح حقيقة الله والإنسان والتاريخ. نور سات نعمة كبيرة لأن حاملة هذه الخدمة الرسولية الصالحة والحقيقية. نور سات ما عندك كذب، نور سات تفتح آفاق مع الله. مشكلتنا مع الصحفيين، مع وسائل الإعلام الأخرى، هاللي دائما بنقول لهم نحن ما تنسوا إنكم أنتم بدك تقولوا الحقيقة، قول اللي بدك إياه بس الحقيقة، قول الحقيقة بس ما تقول الكذب. الكذب هدام. أنا من ضد مثلا بقول له 100 مرة من ضد تحكي شيء بتخص فيني لكن يكون حقيقة، أما تركب إخبار وتسوقها ما إلك حق فيها. أنتوا عم تخسروا، أنتوا بتخسروا الناس اللي بيسمعوكم. لما بيكتشفوا أنك أنت عم بتكذب ببطلوا يسمعوك. مرة قلت أنا لإحدى قنوات التلفزيونات، قلت له أنا ما بسمعكم أبدا أبدا، ولإحدى الصحف أنا ما بقرأ صحيفتكم أبدا. اللي تلو بتكذبوا، أنا بدي وفر على نفسي اسمع الكذب. نعم. نور سات ربنا بعتها ونشكر ربنا، نشكر بتقول الله. الحقيقة لكل الناس. اليوم بكل البيوت بتلاقي الناس فاتحين نور سات تلو لمير لأنه سائموا كل البيئة، والحمد لله هي رفيق الدرب اليوم لأنه بتخاطب قلوبهم. نعم. بتساعدهم يرتفعوا. المريض بيلاقي عزيه، هاللي ضائع كل واحد بيلاقي فيها الامتيلة لإلهم. نحن بنشكر كل القيمين عليها كل هالعمل بيسخوا من ميلهم ووقتهم في سبيلها، وربنا يبارك كل هاللي عم يعملوا في سبيلها، خاصة انتو هون في نور سات الأردن وفي الأردن، مشكورين وربنا يكون معكم. الله خليك. واليوم كنا بزيارتنا إلى وزير السياحة وجينا على ذكر نور سات وعلى التعاون والبرامج اللي بيقدم خلال نور سات. نعم. ينخدم المجتمع. نعم. الأردني وقيمة الأردن بكل قيمة. نعم. والدينية والسياحة الدينية وغيرها، وحسيت أنه نور سات محترمة. نعم. ورح نحمل هالرسالة للإدارة في بيروت. شكرا زين. سيدنا قبل أن ننهي، منا إحنا ما بنحب ننهي، بنحب نستمر معك، لكن ما هي رسالتكم إلى أبنائكم في الرعية المارونية المسيحيين، إلى كل الأردنيين، ما هي رسالتكم وأنتم في زيارتكم حجكم الثالث إلى الأردن؟ الأردن أرض مباركة، الأردن عطيت وعم تعطي كل يوم صورة عن وحدة العائلة الأردنية، مسلمين ومسيحيين، وكل الغرب اللي بيجوا على الأردن بيعتبروا حيلهم كأنهم منها وفيها، ومن جملتهم اللبنانيين. ونحن هون بهيدي الكنيسة لو كنا منحس حيلنا، لو
كان عندنا إحساس شي مرة إن إحنا عابري طريق ما كان نعمل هاللي نعمل طيب. على يد أبونا جوزيف، بس ليبين إن منا عابري طريق، لكن إحنا هون منحس حالنا بالأردن ومن الأردن. شكراً سيدنا. شكراً. شكراً سيدنا، باركتم هذا البرنامج عين على المشرق، باركتم نورسات الأردن، باركتم نورسات، وباركتم جمهور نورسات عبر الفضائية وعبر تلفزيون تليوميير وفي هذه المنطقة وفي المهجر. صوتكم سيبقى مسموعاً، فأنتم سيد بكركي، مجد لبنان أعطي لكم. شكراً سيدنا. أحبتنا الكلام يكون في حالة الجلوس إلى سيد بكركي البطريرك الراعي، يكون الكلام من ذهب، أما الصمت أما السكوت فهو لنا نحن الذين نسمع ونحمل ما سمعناه سنحمله في قلوبنا. سمعنا من صاحب الغبطة ما أثلج صدورنا، بعث الأمل فينا. نتمنى للبنان الخير والعافية وأن يتعافى، ونتمنى لوطننا الأردن الذي نفخر به، نتمنى له المزيد من البهاء من القداسة، ونتمنى أن يبارك الله من خلال مغطسه ومعمده أن يبارك هذا الوطن. غدا سيكون يوما تاريخيا بإطلاق مرحلة جديدة في تطوير المنطقة المجاورة المغطس بجهد العديدين بتوجيه من صاحب الجلالة الملك المعظم، وسيكون من بين كبار المدعوين صاحب الغبطة والنيافة. شكرا لكم أحبتي على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة في عين على المشرق. حتى ذلك الحين لكم كل المحبة والدعاء بالخير والهناء، وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. شكرا سيدنا. شكرا سيدنا. شكرا.